السلام عليكم وبداية فيديو جديد ضرب نار. قبل ما نبدا الفيديو يا جدعان سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو ده، ما عادش فاضي الحاجه على 3000 مشترك يا جدعان، وهسيب لكم لينك القناه الثانيه تحت في الديسكربشن، روحوا اشتركوا فيها وعايزين نوصل 1000 مشترك يا جدعان، عشان برضو المغامره اللي احنا بنعملها دي يا جدعان. يعني مثلا عملت جزء على القناه اللي احنا بنصور عليها دي، والجزء الثاني هيكون على القناه الثانيه، هسيبها لكم برضو تحت في الديسكربشن، روحوا اشتركوا فيها عشان يا جدعان لما نعمل الجزء الثاني يظهر لكم الاشعار. طبعا يا جدعان مع اللي بيصورني بيسو واحد اتنين تلاته حبايبنا. طبعا يا جدعان زي ما انتم شفتوا في الفيديو اللي فات ما قدرناش نكمل الفيديو يا جدعان، اترعبنا بمعنى الكلمه يا جدعان، والشخص اللي احنا كنا بنقرب عليه ده يا جدعان اقسم بالله بيبقى يعني مثلا احنا داخلين نقرب يبقى في صهد طالع، فما قدرناش نكمل الفيديو يا جدعان. فدلوقتي احنا هنروح نجيب العيال ونشوف ايه اللي حصل يعني، وهنروح ان احنا دلوقتي جينا عند بيت محمود واللي كانوا معانا امبارح، في اللي ما قدرش يجي يعني وكده، اللي جم معايا محمد ياسر زميلي ومحمود حبيبي واللي بيصورنا يا جدعان بيسو حبايبنا. بصوا يا جدعان احنا دلوقتي رايحين الساعه 3 الفجر. بصوا يا جدعان اصلا ما فيش مخلوق في الشارع، ثانيه ما فيش مخلوق في الشارع وراء الناس كده، ما فيش حد يا جدعان. بصوا احنا في ارض هناك غيطان كده يا جدعان، في غيطان وكده. تعالوا هنا مع بعض مع بعض، خايف يا جدعان مع بعض. سامعين الاصوات دي؟ لا في صوت، في صوت، في صوت، في صوت، في صوت، بس هو مش صوت. هو بيعمل صوت جوه اهو اهو اهو، باين 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 اهو. ولا عليا النعمة في حد فوق؟ اه عليا النعمة. لا 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 دي المرة دي اتنين باين. اهو عد عد عد، استنى ارجع بقى بيسو، ارجع بيسو، ارجع، ده النهاردة اخطر من امبارح. ارجع بقى، ارجع بقى كده، ارجع ثانية يا بيسو، ارجع يا بيسو، ركزوا فوق، اتنين فوق واتنين هنا، ماشي؟ اتنين فوق واتنين هنا، ركز فوق محمد ياسر. عدت هو بيعدى، ركز يا محمد ياسر فوق. ايوه يا جدعان في حد بيعدى، واحد عدى فوق. هو انت عامل النعمة بيعمل اصوات ثانية. الإزازة ما خدش مكسر امبارح. لا يا جدع ما حدش يخش. ركز على الناس اللي فوق عليك ما تنساش اللي هتفوق. ارجع يا محمود، ارجع اهو اهو، علي النعمة في حد عدى من فوق يا جدعان. ركز يا صاحبي، ركز على اللي هنا. ولا ايده مقطوع بس حد خد باله؟ طيب احترس يا بيه. لا ايه ده محمود، ايه ده حماس، النعمة يا جدعان، مش قادر يا جدعان، استنوا بس يا جدعان، يا عم تعالوا بس يا جدعان، ما ينفعش كده، في حد بيحدف حاجة يا جدعان، ارجعوا ارجعوا بس ارجعوا ارجعوا يا جدعان. بصوا يا جدعان منظر البيت عامل ازاي، ارجع ارجع. ولا باين في الكاميرا، باين في الكاميرا، باين في الكاميرا، بيسو باين في الكاميرا. بصوا يا جدعان الحاجات اللي عملت حد من فوق، في حد فوق يا جدعان، يا نهار اسود، يا نهار اسود والنبي يا بيسو. يلا ارجعوا بس خلينا. بصوا يا جدعان
بيسو هو اللي بيحذف حد فوق، اقسم بالله في حد فوق. ده المره دي اتنين وربنا المره دي اتنين. بس الكشاف براسك باين منها. بص يا جدعان برضو احنا ولابسين الكشافه، كشاف باص وكشاف في ايدينا. حاسب امسك امسك يا جدعان، عليا النعمه يا جدعان. في صوت يا جدعان، حد بيصور. شفتوا يا جدعان اللي طلع ده؟ صوت زي حد بيتعقد. ايه ده يا بيسو؟ مش عايزين نقرب. اهو خدت بالك اهو، اقسم بالله بيبص علينا يا جدعان. يلا يا بيسو اجري يا بيسو، انهي الفيديو يا بيسو. اهو اقسم بالله مش عارف. بص علينا يا جدعان، بيبص علينا يا جدعان اهو. طب انت عايز ايه؟ بس عرفنا عرفنا، عشان عليا النعمه لو اتخبت عليك هتموت في ايدي. ده هو اللي بيحدف تو. ايه ده يا بيسو كده؟ بيسو بقى اجري يالا. ده ارجع محمود، ده ايدي كمان. ارجع محمود، بلاش الدرع. لا النهارده اخطر من امبارح كتير. احنا عايزين نروح وبلاش المغامره دي يا جدعان. طب ايه؟ بص بص انا بقى، اهدى بقى، اهدى. الطوبه دي اتحدفت دلوقتي اهي اهي، الطوبه دي شايفين يا جدعان الطوب؟ هو بيبص علينا يا جدعان. باين اعمل فلاش، اعمل فلاش، اعمل فلاش على محمود، تعالى اعمل فلاش. شو جاي؟ مش عارف. بس انا يا بيسو فيك حد من فوق، يا بيسو في الطوبه وقع على دماغنا. بسم الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش قادر يا جدعان. لا لا يا جدعان، بسم الله الفيديو. يلا اجري على الفيديو.